قانون التأمين الصحي أنا في رأيي أنه من أهم وأحسن الحاجات اللي ممكن تكون حصلت خلال 50 سنة اللي فاتوا. مش هتكلم لا سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا 30 يونيو ولا 25 يناير ولا أي حاجة. ليه في رأيي أن ده حاجة مهمة؟ في رأيي أن ده حاجة مهمة لأن احنا شعب في نسبة كبيرة من أصحاب الدخول المنخفضة جدا، في نسبة كبيرة من الناس اللي ما عندهاش غطاء تأميني، وأقصد بالتأميني الخاص بالصحة، في نسبة كبيرة من العمالة الغير منتظمة، في نسبة كبيرة من أهالينا في الفلاحين وفي المصانع وفي غيره وفي غيره وفي غيره، لا هم ولا أهليهم عندهم ولا القدرة ولا التأمين اللي يغطي لهم العلاج. وبالتأكيد كان عندنا قوائم وقوائم وقوائم من الانتظار لناس بتطالب بأبسط حقوقها في الحياة وهو العلاج. الأزمة دي كانت وما زالت أزمة كبيرة. قانون التأمين الصحي الجديد المفترض أنه بدأ تطبيقه، لو اتطبق بشكل صح زي ما القانون العظيم دوت صدر، لو اتطبق بالصيغ اللي موجودة فيه، أنا بتصور أن احنا يعني حققنا نقلة كبيرة جدا 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 في مجال الرعاية الصحية في مصر.